أجمل لحظات الاحترام والإنسانية في تاريخ كرة القدم. نعتذر إن جعلناك تبكي. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. ما يجعلنا نحب هذه الرياضة ليس فقط الفوز أو الخسارة أو تسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب، وإنما الروح الرياضية الجميلة التي تكون بين اللاعبين. ولذا في هذا الفيديو سنشاهد معا أجمل لحظات الاحترام والإنسانية في تاريخ كرة القدم. لنبدأ. بعد أن أخرج هذا الفريق الكرة احتراماً لسقوط لاعب على الأرض، تابعوا كيف أرجع الكرة إلى الحارس ولكن دخلت إلى شباكه. فقام اللاعبون بالسماح للاعبي الفريق الخصم بجعلهم يضعون الكرة في الشباك لترجع النتيجة إلى التعادل مرة أخرى. هذا اللاعب كان يرقد بالكرة وتعرض إلى الإصابة، وبعد ذلك مرر الكرة إلى زميله، فقام لاعب الخصم بالتوقف، ولكن هذا اللاعب لم يتوقف إلا أن قام بتمرير الكرة لترتطم بهذا المدافع وتدخل إلى الشباك. لكن لاعب الخصم قاموا بجعل لاعب الفريق الآخر بأن يضع الكرة في الشباك لترجع النتيجة كما كانت عليها. لنتابع هنا كيف تم دفع هذا اللاعب من قبل خصمه أو محاولة إبعاد الكرة. تابعوا هذا اللاعب كيف كان يلحق بالكرة وقام بإخراجها إلى التماس، ولكنه اصطدم بالكاميرا وأسقطها أرضا ولم يعر أي اهتمام للمصور. فأتى لاعب الفريق الآخر وقام بمساعدة رجل الكاميرا على تعديل كاميرته والرجوع لما كان عليه. تابعوا هذا اللاعب هنا كيف يحاول إخراج هذا العصفور إلى خارج الملعب حتى لا يداس بأقدام اللاعبين. يمكنكم أن تشاهدوا المؤثر على تيك توك خابي لام وكيف رجع له كيليان مبابي وقام بإعطائه التيشيرت الخاص به كهدية تذكارية. تقدم هذا اللاعب وسقط لوحده على الأرض دون أن يلمسه أحد، فقام بالاعتراف للحكم بأن لا أحد قام بلمسه، وبهذا الشكل قام اللاعبون بإعطاء الكرة لحارس المرمى. يمكنكم أن تتابعوا هذا المشجع كيف أتى للسلام على ميسي ومسح أحذيته بهذا الشكل، وقام باحتضان ميسي بهذه الطريقة وطلب من ميسي التيشيرت الخاص به، وبالفعل تمكن من الحصول عليه كما تشاهدون. يمكنكم أن تتابعوا ليو وكيف منح السعادة لهذا الشخص. بعد المباراة النهائية وخسارة صلاح، ماني هنا يحاول تحفيز صلاح بعد هذه المباراة والخسارة. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب ليتقدم ويتعرقل داخل منطقة الجزاء دون أن يلمسه أحد، فاحتسب الحكم ركلة جزاء، ولكن اللاعب اعترف أن لا أحد قام بلمسه. هنا أرجع هذا المدافع الكرة لحارس المرمى ولكن دون أن يلمسها. يأتي لاعب الخصم ويخطف الكرة وينقض عليه الحارس لإسقاطه، وبعد ذلك تم إعطاء البطاقة الحمراء للحارس بسبب هذا الفعل. ولكن تابعوا لاعب الخصم كيف لعب ركلة الجزاء، لأنه أدرك أن زميله كان مخطئا بالتعدي وأخذ الكرة. هنا وفي هذه المباراة تم تسديد الكرة على هذا الطائر وهو طائر النورس، فتابعوا كيف أصيب، وهنا الحارس يطلب من الحكم إيقاف اللعبة حتى يتمكن من إخراج هذا النورس المصاب. هنا تم إرجاع الكرة إلى هذا اللاعب حتى يعيدها لحارس مرمى الخصم، لكن زميله أخذ الكرة وانطلق بهذا الشكل وقام بوضع الكرة في الشباك هدفا بهذه الطريقة. وهنا يمكنكم أن تشاهدوا مطالبات لاعبي الخصم بإحراز هدف مقابل له،
وبالفعل قام هذا المدافع بإعطاء الكرة للاعب الخصم ليضعها في الشباك ويعدل النتيجة. تابعوا لوكاكو هنا وكيف صنع هذا الهدف الرائع لمارتينيز. وهنا صنع هدفا مشابها في فريق مانشستر يونايتد ليقوم لاعب مانشستر بتجاهل اللاعب لوكاكو والذهاب للاحتفال وحيدا، بينما مارتينيز أتى لاحتضانه بعد أن صنع له الهدف. تابعوا ساديو ماني هنا كيف رسم السعادة والفرحة على قلب جامع الكرة هذا بإهدائه التيشيرت الخاص به. تابعوا لاعب المنتخب هذا وكيف يحترم ليونيل ميسي وظن نفسه مشجعا وأتى ليأخذ صورة سيلفي مع أحد أعظم اللاعبين في التاريخ. سقط لاعب بروسيا دورتموند أرضا كما تشاهدون أمامكم، ووصلت الكرة من لاعبي شالكي إلى لاعب بروسيا دورتموند فأخرجها من الملعب. فتابعوا احترام لاعبي شالكي وكيف لعبوا الكرة الركنية وأعطوا الكرة لحارس المرمى. يمكنكم أن تشاهدوا رونالدو هنا كيف سمح لبنزيما بأخذ ركلة الجزاء، وذلك حتى ترجع الثقة بالنفس ويقوم بتسجيلها بنزيما هدفا في الشباك. هذا اللاعب عندما رأى لاعب بايرن ميونخ مصابا لم يقم بدفعه كما تشاهدون وقرر مساعدته. هنا أحد الجماهير طلب من رونالدو أن يفي بوعده وأن يقوم بإعطائه التيشيرت الخاص به، ولكن يمكنكم أن تتابعوا رونالدو كيف يقول له سأرجع لك حالا وأهديك القميص، وهنا لحظات قليلة ويرجع رونالدو ويعطيه القميص ويقبله أيضا. أخرج هؤلاء اللاعبين الكرة لأن خصمهم كان مصابا، فيمكنكم أن تتابعوا كيف أرجع اللاعب الكرة لحارس المرمى بعد لعب التماس، لكن الكرة دخلت إلى الشباك. وهنا اتفق اللاعبون مع بعضهم البعض أن يقوم لاعب الخصم بالتقدم وأن يسجل هدفا بهذا الشكل. هنا هذا الطفل الصغير يشعر بالبرد، وهو الطفل الذي دخل مع لاعبي باريس سان جيرمان، فقام تياغو سيلفا بقلع التيشيرت الخاص به ليدفئ هذا الطفل الصغير. تابعوا عندما خرجت الكرة بهذا الشكل قام فينيسيوس بالقفز من فوق شعار ريال مدريد حتى لا يدوس عليه بقدمه. يمكنكم أن تشاهدوا هذا الاحترام بين هذين الفريقين وكيف جعلوهم يسجلوا في الشباك بهذه الطريقة كما تشاهدون أمامكم، وأخذ الفريقان يحتفلان مع بعضهما البعض بعد هذا الهدف. تابعوا سيرخيو راموس بعد أن أتت ركلة جزاء للمنتخب الإسباني كيف أعطاها لموراتا ليقوم هو بتسديدها. يمكنكم أن تتابعوا مشجعي ريال مدريد وكيف يهتفون باسم رونالدو في الدقيقة السابعة لمواساته بعد أن فقد أحد أطفاله أثناء ولادة جورجينيا. سقط راكيتيتش أرضا لكن صديقه القديم تشافي قام برفعه واحتضانه بهذا الشكل. يمكنكم أن تتابعوا كيف يتشاجر هذان اللاعبان وهم على الأرض، قام باحتضان بعضهما وتصالحا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.